بالظبط يا دينا، وده اللي شفناه امبارح في ماتش ليفربول وليدز يونايتد لما محمد صلاح احتفل باهدافه على طريقه مؤمن زكريا. والحقيقه دي كانت حركه جميله جدا وخلت مؤمن زكريا حديث وسائل الاعلام العالميه والعربيه كمان. صباح الخير عليكم مشاهدينا. يعني في لقطه امبارح خلت العالم كله يتكلم عنها، وهي ان نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الانجليزي اتالق في مباراه الافتتاح في الدوري الانجليزي مع فريق ليدز يونايتد وحقق رقم قياسي جديد بالمناسبة، وهو أنه سجل في 4 مواسم ورا بعض في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي وسجل هاتريك 3 أهداف ورا بعض، وده أسعد الحقيقة الشعب المصري والعربي وجماهير ليفربول. لكن الحقيقة اللقطة اللي خلت الكل يتكلم عنها هي طريقة احتفال محمد صلاح بتسجيل الأهداف على طريقة لاعب الأهلي مؤمن زكريا اللي كنت لسه بقول لدينا عليها. والحقيقة دي كانت رسالة دعم بالتأكيد لقت احترام العالم كله، ومش كده وبس، لا دي كمان خلت مؤمن حديث وسائل الإعلام العالمية والعربية. وكمان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أشاد بطريقة الاحتفال دي ودعم اللاعب المصري مؤمن زكريا. كمان الحقيقة نادي الأهلي طلع بيان بيشيد بموقف محمد صلاح وأكد أنه الوجه المشرق للرياضة يا دينا زي ما كلنا تعودنا عليه.